اروح لمستر موسيماني. وجود النهارده الرئيس يعني الرئيس سان داونز كان متواجد في المباراه، وكمان رئيس الاتحاد جنوب افريقيا كان متواجد ايضا في استاد القاهره. ومن خلال رؤيتنا اللي فاتت ان في ناس كتير جدا جدا في ساوث افريكا سبورتنج موسيماني، وكمان بقوا مشجعين للنادي الاهلي. بالفعل بدات من بلدي في جنوب افريقيا. اعتقد من نصف نصف على جماهير سان داونز ما بين سان داونز اصبحوا جماهير النادي الاهلي. Because we have a good relationship. لان لينا علاقات جيده بتجبرها بالنادي الاهلي في نادي سان داونز. Out of the Champions League. يعني احنا اخرجنا النادي الاهلي من بطوله افريقيا قبل كده، والاهلي اخرجنا برضه بدوره بعد كده. And the game was played in good spirit. والمباريات اتلعبت بروح كويسه. On the two games. باجواء كويسه. المباراتين سواء الدول اللي خرجناه فيه او اللي خرجونا فيه. ولعبنا كويس. واعتقد احنا المفروض نرجع الفوز لجنوب افريقيا بوجود المدربين. وكرة القدم لازم تلعب بروح كويسة وباحترام بعيدة عن النتائج، وده بيخلق أجواء ما يتفاهم بين الفريقين. حتى جماهير النادي الأهلي بتكون موجودة لما راحت زاوية نادي سان داونز أثناء المباراة ما كانش في مشاكل بين الجماهير خالص. حتى هنا جماهير جنوب أفريقيا أعتقد هنا في روح كويسة بين الجماهير، وفي علاقة جيدة جدا وعلاقة قوية بين البلدين، والعلاقة بقت أقوى وأقوى من الأول بسبب كرة القدم. لكن بمنتهى الأمانة نحترم الأهلي في جنوب أفريقيا، وعارفين كنا عارفين طبعا طول عمرنا الأهلي مين، حتى من لعبنا قدامه عارفين قيمة نادي الأهلي. لما كان زايد أبو حفيظ وأبو تريكة وائل جمعة كانوا بيلعبوا عارفين قيمة اللعيبة نجوم نادي الأهلي. What happened to Ali in the Champions League in the وكنا بنسال ايه اللي بيحصل للاهلي في اخر 10 سنوات في بطوله افريقيا ليه ما بيكسبش. كنت متسائل اسباب، يعني هو عارف قوه النادي الاهلي، كان بالنسبه له كان علامه استفهام شويه ان غياب هذه البطوله الكبيره عن النادي الاهلي لمده 7 سنين، بالرغم طبعا وصول النادي الاهلي 3 مرات للنهايه يا كابتن سيد. صحيح؟ صح. Yeah, well, I don't know what happened, but مش عارف بالظبط ايه اللي كان حاصل، بس we had to change some things. لكن كان لازم نغير حاجه. And this is what I told the players. وده اللي قلته للاعبين. I said قلت we need to do something different. محتاجين نعمل شيء بشكل مختلف عن اللي كنا بنعمله في السنوات اللي في السبعه الاخيره، بشكل افضل بشكل او نعدل من حاجه بنعملها ونغيرها. نغير حاجه، وطبعا التغيير ما بيكونش سهل، التغيير بيكون صعب. قلنا يبقى لازم نعمل حاجه بشكل مختلف عن اللي كنا بنعمله السبع سنوات اللي فاتت عشان نحقق اللي حققناه السبع سنوات. وكمان اكيد الموضوع التشينج او التغيير بيحتاج كمان وقت شويه، ما فيش تغيير بيحصل في وقت قصير. رغم كده شفنا تغيير على مستوى الاداء بشكل جيد جدا.